جاهز معانا جاهز. انا رينا وانا انا جوت معاهم كلمني مع غايد ده تطلقا بدا دبابا ياو راشا بداو ياو ضرب تطلقا السلاح زادن ضربوها من برا و جهد ضرب شجرة وليقا أسفال ليل تهد شجرة في غفرة ياو ضرب تطلق ده راشا بداو ياو ضربوه الطفل ده وفي اثنين أخوانا برضو ربو ما أكين الحمد لله الأطفال الاثنين ديل وكويسين. الله يصل في جنوب زان يصلى لأنها ناس كلهم يعني الشعب الجنوب السوداني وكويسين ويسكن في البذور بتاعهم ما يصل حاجة لا يقتل الناس لا ليكون سلام لجنوب السودان. Yes, after we provide properly medical care and treatment and surgical operation, the patient from day to day after they recovery, they cure, they can go back to their camp, POC. And I'm really, really happy and to see them to save their life to be in South Sudan.